طقس بارد نسبيا في المرتفعات وأجواء دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ورياح جنوبية شرقية تنشط أحيانا، وتفاصيل نشرة نهاية هذا الأسبوع بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع بمشيئة الله أن يستمر تأثر المملكة بالمرتفع الجوي، لتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المعتادة نسبة لمثل هذا الوقت من العام بعدة درجات، لتكون الأجواء كما نشاهد هنا من خرائط درجات الحرارة تبقى الأجواء باردة نسبيا في معظم مناطق المملكة، ولكن قد تصل لتكون دافئة في البحر الميت والأغوار والعقبة في ساعات النهار في هذه العطلة من الأسبوع. أما فيما يخص ساعات الليل، فمن المتوقع بمشيئة الله أن تكون الأجواء باردة في معظم مناطق المملكة، وأيضا هنالك احتمال لتشكل الضباب في مناطق البادية والسهول الشرقية. ونود التنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب هذا الضباب، وتحديدا في ساعات الصباح من يوم السبت. الرياح تكون جنوبية شرقية قد تنشط أحيانا في معظم مناطق المملكة. وهذه الليلة الأجواء في العاصمة عمان صافية، درجة الحرارة تصل إلى 7 درجات مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 12 كيلومتر في الساعة. في 3 أيام القادمة في العاصمة عمان درجات الحرارة تكون نهارا من 16 إلى 15 درجة مئوية في ساعات النهار، وفي ساعات الليل ارتفاع تدريجي من 7 إلى 8 و9 درجات مئوية في هذه العطلة. أما في باقي مناطق المملكة نبدأها شمالا من إربد، حيث نهارا تكون الأجواء مشمسة من 19 إلى 10 درجات، في المفرق من 16 إلى 6 درجات، في جرش من 18 إلى 9 درجات، وفي عجلون من 18 إلى 8 درجات مئوية في ساعات المساء. في العاصمة عمان من 16 إلى 7 درجات، في الزرقاء من 17 إلى 7 درجات، في البلقاء من 17 إلى 7 درجات، مادبة 16 إلى 7 درجات، وفي البحر الميت أجواء لطيفة كما ذكرنا سابقا، وقد تكون دافئة من 24 نهارا إلى 14 درجة مئوية في ساعات المساء. في الكرك من 18 إلى 8 درجات، في الطفيلة من 15 إلى 6 درجات، في معان من 18 إلى 6 درجات، في جبال الشراء 14 إلى 5 درجات، وفي العقبة من 26 إلى 13 درجة مئوية. في رويشة 18 إلى 6 درجات، في الصفاوي من 17 إلى 5 درجات، وأخيرا في الأزرق من 18 إلى 6 درجات. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.